تعالوا بقى دلوقتي نروح للصحافه الرياضيه، وتحديدا هنروح على مقر جريده اليوم السابع، حيث تتواجد زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم عشان تقول لنا ايه المستجدات في دنيا الصحافه الرياضيه. صباح الفل عليك يا هنا، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، ومداخل مقر جريدة اليوم السابع هاخدكم في جولة لأبرز وأهم أخبار الصحف الرياضية الصادرة اليوم. البداية من اليوم السابع، المنتخب يخوض تدريبه الثاني باستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة غينيا. خاض طبعا منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال تدريبه الثاني مساء أمس الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023. يعني طبعا كان اشتمل المران على بعض الجمل التكتيكية من قبل الجهاز الفني قبل بقى ختام المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين استعدادا لمباراتي غينيا وإثيوبيا يوم 5 و9 يونيو. طبعا كمان كان قرر الجهاز الفني استدعاء 7 لاعبين من النادي الأهلي، وهم محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد عبد المنعم، ومحمد مجدي أفشة. يعني طبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق وإن شاء الله يحقق نتائج إيجابية. نروح بقى ليلا كورة وتنس. نادال يقهر جوكوفيتش ويتأهل لنصف نهائي رولان جاروس. يعني طبعا كان تأهل الأسباني رافائيل نادال إلى نصف نهائي بطولة رولان جاروس، واللي طبعا بتعد ثاني البطولات الأربعة الكبرى، وده طبعا بعد تخطي الصربي نوفاك جوكوفيتش حامل اللقب في الربع النهائي. يعني طبعا كانت انتهت المواجهة بفوز نادال، وكانت استمرت المواجهة لأربع ساعات و12 دقيقة. يعني هي كانت تعتبر مباراة ثأر لنادال طبعا بعد خسارته من جوكوفيتش في النسخة العام الماضي، وهيلتقي نادال في دور نصف النهائي مع الألماني ألكسندر ريفريف، وطبعا هو المصنف الثالث عالميا. يعني بالتأكيد هنشهد مواجهة قوية جدا وممتعة. نروح لجريدة الشروق. نوران جوهر ونور الطيب بتتأهلان لنصف نهائي بطولة الجونة للسكواش. كانت تأهلت نوران جوهر ونور الطيب إلى دور نصف النهائي من النسخة العاشرة لبطولة الجونة الدولية للسكواش البلاتينية طبعا للسيدات وللرجال، وبتقام في الجونة حاليا، هتستمر من الفترة الحالية حتى يوم 3 يونيو. يعني طبعا كانت فازت نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا على سارة جان باري المصنفة السادسة بثلاث أشواط نظيفة. فيما بقى من جانب آخر، فازت اللاعبة نور الطيب المصنفة 28 عالميا على البلجيكية تاني جالس، والمصنفة 13 عالميا بثلاث أصوات نظيفة أيضا. مواجهة بين نوران جوهر ونور الطيب في نصف نهائي البطولة هتكون مساء غد الخميس. يعني طبعا حاجة مشرفة جدا الحقيقة لمصر، دائما لاعبين السكواش حقيقة بيشرفوا مصر وبيضعوا اسمها في المقدمة. يعني دي يا نهواندو يا كريم كانت جولتنا في الصحف الرياضية اليوم، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم على هذه التغطية الصحفية المميزة كالعادة، شكرا لك.